بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله في هذا اليوم المبارك حيث جرت امتحانات المراحل كافة لطلبة جامعتنا. طبعا جامعتنا في هذا اليوم كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة في امتحاناتهم. قبل أسابيع من الآن قامت جامعتنا بعقد مجلس جامعة ولقاءات، الهدف من عندها الوصول إلى هذا اليوم بإنجازات تامة وبدون كل إشكالات. فقد عقدنا مجلس جامعة وكانت الجلسات مفتوحة، وتم عقد لقاءات منفردة مع السادة العمدة ومعاوني العميد وكذلك اللجان الامتحانية في الكليات، الهدف منه تذليل الصعوبات. طبعا عملت جامعتنا على الكثير من المجالات ولا سيما توفير المواد اللوجستية للامتحانات، هاي واحدة. اثنين، تطوير شبكة الانترنت لتلافي كل اشكال قد يحصل اثناء الامتحانات الالكترونية. كذلك تم تحفير القاعات جميعا، ومسألة التحفير هذه تتم بشكل دوري لتلافي اي اصابات. كذلك وفرنا قاعات بديلة اخرى، الهدف منها في حال حصول اصابة لاحد الطلبة بفيروس كوفيد 19 سوف يكون لهم موقع خاص بهم بعيدا عن الطلبة لغرض منع نقل الإصابة إلى بقية الطلبة. طبعا اليوم هذا كان جلوس الطلبة وإدائهم للامتحان ودخولهم إلى القاعات بما يتوافق مع توصيات اللجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا، وكذلك من حيث التباعد بين الطلبة. جامعتنا عملت بكل جهد جهيد وبشكل دؤوب وعلى كافة مستوياتها لأجل إخراج هذه الامتحانات بالشكل اللائق والنظامي وكما يحصل في الجامعات الراقية العالمية إن شاء الله. نحن بدورنا رئاسة جامعة جابر ابن حيان الطبية في النجف الأشرف نعاهد الوزارة بأن نكون عند حسن ظنهم، ونشكر معالي سيد الوزير على الدعم المتواصل والمستمر والتأكيدات التي تصلنا لغرض الظهور يعني بالمظهر اللائق من حيث القاعات ونوعيتها ونظافتها وكافة الإجراءات المتخذة فيها. نحن هنا إن شاء الله في جولة يومية، حتى خلال أيام العيد كنا إحنا في جولات لغرض النهوض بالقاعات واستكمال المستلزمات. نسأل الله التوفيق وكل ذلك لأجل خدمة أبنائنا الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت اليوم في كلية الطب بجامعة جابر بن حيان الطبية الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2021. الامتحانات ستستمر لغاية يوم 16/8 وتشمل الامتحانات الحضورية والامتحانات الإلكترونية. بداية الامتحانات كانت بداية منظمة، اللجنة الامتحانية وعمادة الكلية عملت جاهدة وبإخلاص في سبيل تهيئة الظروف المثالية لأداء الامتحانات وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات الوقاية الصحية، والجميع متفاعل مع الامتحانات وإنجازها بشكل سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. على بركة الله، اليوم الأحد 25/7 انطلقت الامتحانات النهائية في كلية الطب جامعة جابر بن حيان. الامتحانات الحضورية آلت على نفسها عمادة كلية الطب وجامعتنا، الغرى أن توفر كل مستلزمات إنجاح الامتحان من توفير تباعد اجتماعي مع الكمامات
كذلك الكحول مع تعفير الصالة القاعات، تم تعفير جميع القاعات مع توفير التباعد الاجتماعي لغرض ضمان انسيابية الامتحان. نأمل من طلبتنا الأعزاء نجاح هذه التجربة وإظهار الوجه المشرق لهذه الجامعة الغراء. شكرنا وتقديرنا لمعالي السيد الوزير لإصراره على إجراء الامتحانات بالنظام الحضوري، وحمل مسؤولية لرؤساء الجامعات لإنجاح هذه التجربة، وكلنا ثقة بطلبتنا الأعزاء وبمستواهم الدراسي. نسأل الله الصحة والسلامة لجميع أبناء شعبنا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كلية الصيدلة جامعة جابر بن حيان الطبية، اليوم بدأت الامتحانات الحضورية وحسب التعليمات الوزارية بإجرائها والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بهذه الامتحانات الحضورية، وأهم شيء هو الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وتحقيق الشروط الوقائية والتباعد الاجتماعي فيما بينهم، وكذلك تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ اللقاحات وكذلك أخذ المسحات في حالة عدم أخذ اللقاح. الشكر الجزيل إلى سيد رئيس الجامعة جابر بن حيان الطبية الأستاذ دكتور محمد باقر، وكذلك الأعمال الكلية الصيدلة، وإلى كل أعضاء اللجنة الامتحانية بالتهيئة كافة المستلزمات الخاصة بإجراء الامتحانات الحضورية. الشكر للإعلام الذي غطى هذه الامتحانات، كما نتمنى إلى طلبتنا الأعزاء النجاح والموفقية، وإن شاء الله أشوفهم في أعلى المراتب العلمية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله انطلقت الامتحانات النهائية لكلية الصيدلة في جامعة جابر بن حيان الطبية في يوم الأحد المصادف 25 تموز. تمت هذه الامتحانات تمت بموجب تعليمات خلية الأزمة الذروعية، فيها التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، وتم التهيئة وفق تعليمات وزارة التعليم العالي، تم التهيئة كل احتياجات الطلبة من توفير قاعات مبردة ومياه وغيرها من مستلزمات الامتحانية الجيدة. نسأله تعالى أن يمن علينا وأن يبارك للطلاب هذا العام الدراسي الذي سوف يتم على خير وبركة.